بتدور على حد يا كابتن؟ اه والنبي يا اخي بعد اذنك، في ناس ساكنه في الدور الاول هنا اللي هم جماعه الحاج عبد الحي سليم. مين؟ الحاج عبد الحي سليم. دول مشوا من زمان. مشوا؟ طيب ما عندكش فكره راحوا فين؟ ما اعرفش والله، بس بيقولوا ان هو في السجن بقاله كام سنه. سجن؟ انهي سجن؟ الله اعلم. متشكر. تشرب حاجه. تشكر. السلام عليكم. بس سيادة تموتوا يلا. اوعى يا عم يلا تعوروا بعض بس يلا. قوم اجري يا اجري. اوعى يا عم ياد بس انت ايه مالك عامل فيه 10 رجاله فوق بعض كده مالك في ايه؟ خليته يجري. اسمك ايه؟ انت مال؟ رد بلاش لماض. اسمك ايه؟ اسمي رضا. اروح الجيزه ازاي يا رضا؟ ياد مش بكلمك هنا، اروح الجيزه ازاي؟ مواصلات. لا كعاب يا فتك. كعاب ايه يا عم؟ ده سفر من هنا. طب ما تقول لي اروح ازاي ما انت مفتح كده. تعال اشوف لك توصيل. تعال ما تتنحش. ما تتنحش. اتكلم عادل يا انت بتضربه ليه بقى يا سرد؟ خد السيجاره مني. سيجاره ايه وانت كلك عقده بتشرب سجاير من دلوقتي بلا نيله. تشكر خميس. ربنا يخليك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى صبحي موجود؟ اقول له مين؟ تيتو. اه ثانية. تيتو الحمد لله على السلامة. تيتو ازيك يا صبحي؟ ازيك يا ولد؟ ليك وحشة صبحي والله. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله. رضا والله زمان. تعالى مش هتقل عليك، هما يومين ويحلها ربنا بعد كده. عيب ما تقولش الكلام ده يا تيتو. أنا مش ناسي وقفتك جنبي في السجن. صبحي الأوضة جاهزة، عايز مني أي حاجة تانية؟ ما تحرمش. طيب أنا همشي بقى. اصبري شوية وهنزل روحي. طيب أوكي. خلينا نتكلم في الشغل. ليك في السواقة؟ ضرب النار؟ أنت عارف يا صبحي أخوك جن، بس يعني ما تقلقش، لسه قدامنا وقت. بقول لك إيه؟ ما تخلعني من الشغلانه دي. ابوس ايدك، انا ما صدقت خرجت يا ابني. انا عايز اطلع لك قرشين. الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. لا هتعرف تشتغل شغلانه شريفه ولا هتعرف تعمل فلوس. ما تقلقش انا مرتب كل حاجه، بس انت قدم المشيئه ان شاء الله. هو عربي بقى ما بنشوفش الحاجات دي في بيوت. كيشو ايه؟ اقفل التلفزيون وانزل تحت وفتح عينيك. يلا عربي. تيتو غير وروق واقفل ورايا. Thank you.
يا طارق، ايه الاخبار تحت؟ لسه يا فندم، فيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ الزبون طلع له. ماشي، فتح عينك كويس، واول ما التاجر يوصل كلمني. عرابي اجهز، يلا الناس وصلوا. عددهم كام؟ فين الفلوس؟ أرقام الخزنة كام؟ أرقام الخزنة كام؟ مش سامعني كويس صح؟ ارتق! اتكلم! أرقام الخزنة كام؟ أنا هخليك تنطق. هتنطق ولا تحصله أنت كمان؟ تاجر الآثار وصل يا فندم. طب تمام. سيادة العميد، هنسيبهم شوية ونهجم. طب شكرا يا فندم، شكرا. نجهز الرجالة. تمام تمام يا ريس. في ايه؟ ما بيردوش. يعني ايه ما بيردوش؟ الناس جم والبوليس هيكبس. بوليس ايه اللي هيكبس؟ فهمني. رقم الخزنة 8000. تاجر وصل، طب تعالى معاه بسرعة. امسك، افتح الشنطة. Thank you.
تخافش يا صبحي. امسك فيها جامد. اثبت. امسك نفسك يا صبحي.
الفلوس معاك. يا ابني ما تقلقش، الكلام ده مش هينفع على التليفون. تيتو، شكلك نظيف، شكلك حكومة. الفلوس خد دول. ايه دول؟ ده نصيب صبح والرجاله، حلال عليك. عمليه 200 الف اقدر بتطلع لهم منها ملاليم؟ هو ده الاتفاق. وبعدين انت مال اهلك؟ اسمع، انت جايز ما تعرفنيش بس اكيد تعرف صبحي كويس، يعني اكيد عارف ان وراكم لحم. وانت بقى مين عمكم اللحم؟ خد ياض الفلوس دي يلا غور من هنا. نزل ايدك، نزل. انت عارف انت بتكلم مين؟ ظابط ان شاء الله تكون حتى وزير. انا بتكلم في حق ايتام. عايز تفهمني ان لو اديتك الفلوس هتروح تديها لعياله؟ ماشي، ولا تزعل نفسك. فيلم اليتامى اللي انت عملته ده لو طلع بجد تبقى انت فعلا واد نظيف. ما تعرفناش. انا بابا يالا. انت جبت عربية ولا لسه يا تيتو؟ منين يا باشا؟ الشقة الجديدة اللي انا خدتها دي اطمر قبتي، ربنا بناني بمهندس ديكور مقلبني يجي في 200 الف جنيه لغاية دلوقتي. ليه كده؟ انا عارف. اه كل ما يجيب شوية عفش يقول اصل ده مودرن فغالي. اصل ده اسمه كده كلاسيك. كلاسيك والله فغالي. ارميهم هنا يا تيتو، ارميهم هنا. اديني باخد على قد عقله، عايز اخلص. طيب اول ما تنزل مصر اشتري اي عربية ومالكش دعوة بالفلوس. انا ادفعهم لك واخصمهم لك من اي عمليه جايه. ربنا ما يحرمناش منك يا باشا. قول لي بقى يا سيدي، مهندس الدكتور قالك ايه؟ ضحك علي، عمال كل شويه يقول لي حاجات مش فاهمها كده لغه، وانت عارف انا ماليش في اللغه. هي شقه فين؟ الزمالك. زمالك لو اهلها وغيرها. هات تيتو. ابنك ده يا باشا مش كده؟ مش عايز ترد بلاش. دي ورشة أوكر وصواميل بالنهار، كل ده تمويل. ده مخزن سلاح. بطلت. من امتى؟ الدكتور قعدني. المهم هتلاقي خمسة ستة متوزعين على البوابتين، اتنين هنا
وثلاثة هنا، وواحد ندرج على أول الشارع، وواحد بيأمن من فوق. أنت على فكرة تحتاج رجالة معاك تاني. موجودين. أهم حاجة عندي إنك تدخل وتخرج في خلال نص ساعة. المشوار ده إمتى؟ لما أعرف ميعاد مأمورياتنا إحنا الأول. ما تنساش تسيب لنا حتتين سلاح علشان نحرزهم، وإلا القضية هتبوظ. تطمر يا باشا. ده إحنا نسيب السلاح كله. مش هتقولي بقى اسمك الحقيقي إيه؟ تاخذنيش يعني، رمز دي مش لايق على سعادتك. صباح الخير يا رفعت باشا. يعني ايه يا حسن؟ يعني ايه؟ فاهم مالي دي بقى؟ 48 ساعة والواد عندك، يعني ايه مش عارف تطلع منه بحاجة؟ يا باشا الواد خايف ومش عايز يتكلم، وحضرتك أكتر واحد عارف إن الناس دي ما كانتش بتيجي غير بالضرب. دلوقتي الواحد مش عارف يعمل ايه؟ بيتحايل عليهم عشان ينطقوا. في سكك تانية كتير يا حسن. صباح الخير يا أبو سام. الله يخليك يا فندم. مبروك على القضية. الله يبارك فيك يا فندم. منورة في الجرايد. الله يخليك يا فندم، تعلم من سيادتك. مبروك. سامي ده بقى هتشوفه بعد كده هيبقى زي الفل. رفعت بيه. النهارده نعم. دايما اتصل بيا واداني معلومه ان في عيال جايين من سينا معاهم شحنه مخدرات كبيره. خليه يكتب لي مذكره. حاضر يا باشا. طب واحنا مالنا يا باشا؟ الواد اعترف والسلاح موجود وعندنا قضيه زي الفل. السجون مليانه بالعيال دي يا حسن، انا عايز الكبار. بص يا سيد، انت سمعت عن جهاز كشف الكذب اللي بيستعملوه في امريكا؟ ايوه يا باشا. كويس. احنا عندنا بقى حاجه زيه كده بس بلدي يا سيد، اسمها الخراره. الخرارة دي متوصلة بالكهرباء وطالع منها فردتين، فردة بنحطها على لسانك وفردة طبعا انت عارف فين. 10,000 فولت يا ابو السيد، خر بقى براحتك وعيش حياتك. بس انا عندي حل تاني. انا هفتح الباب ده واخرجك بنفس شرط واحد، تقولي على كل كلمة تعرفها. وانا مش ضمن يا باشا لمؤاخذة انك هتخرجوني من هنا. يا جحش انا مش عايزك انت، انا عايز الحمار الكبير. أنا رقبتي ليك يا باشا. هو ده الكلام. أبو السيد ده بتاعنا يا حسن، عايزك تاخد منه كل كلمة يقولها وتروحها على طول. اقعد يا سيد. فندم. فندم. روحوا بجد يا فندم؟ أيوه طبعًا روحوا بجد، أمال إحنا بنهزر. رفعت بيه. إيه حكاية الخرارة دي؟ بص. هات يا سيدي. حبيبي رضا تيتو. ازيك يا وحش؟ الحمد لله. مش عايز تشوف انا جايب لك معايا ايه المره دي؟ جايب لي ايه؟ ده ما ينفعش. هنا امال السلام عليكم. عملت ايه يا ابن المفكوكه؟ جبت لي مصيبه اهل المره دي يا واد. كل مره جنن وصبا وجنن في البيت يا ليه؟ يا ست استهدي بالله، استهدي بالله. في ايه؟ انا اللي جايبه. جايبه يا حبيبي؟ لا اله الا الله، مش ده بيته يا مرضى؟ بيته ده صايع ما يعرفش غير الشارع. هو صنف ده في بيتي ولمه. يا ميس الابيض فين؟ خش يا بنت جوه استوري نفسك. بص يا مرضى، ابنك عيل صغير ملوش غير بيته واهله، لازم يعيش سنه، يعني يروح مدرسة، يذاكر، يلعب. عيل ايه ومدرسة ايه يا بيه؟ بقولك ده بتاع شوارع. انت فاكرني مبسوطة برميته كده؟ ده انا طلعت روحي معاه. هو القرف اللي انا فيه ده كله والغلبة عشان مين؟ ده صايع، ده صايع. امسك يا مرضى. ايه دول؟ دي فلوس عشان رضا. من هنا ورايح مش هيسرح في الشارع، وزيهم اول كل شهر بشرط يرجع المدرسة. يا بيه ده ابني وانا عارفاه، لا هيقعد في البيت ولا هيروح مدرسة. وانت رحت فين؟ البركه فيك يا مرضى. هو اللي قادر عليا بيه. رضا يلا خش استحمى وغير هدومك، وهبقى قاعد ابص عليك من وقت للتاني. ماشي. ما قلتليش حضرتك مين يا بيه؟ مش مهم، المهم ان ربنا بعت له واحد يلحقه. لا اله الا الله. السلام عليكم. يا باشا سعادتك زعلان عشان نزلت له 10,000 جنيه. انا فاهم سعادتك، هو دخل عربيته القديمه في البيعه
وخلاص، عندي زبون هيشيلها على 120 واحنا واخدينها منه ب 95، يعني كسبانين فيها 25000 جنيه. ايه يعني لما نزل له 10 من سعر الجديده؟ بعد اذنك. ثانيه واحده يا باشا، اؤمر. كنت عايز اخلص في العربيه اللي واقفه دي. طب اتفضل يا بيه، استريح استريح اتفضل. ايوه باشا. اهو واصل اهو. طب هتصل بسعادتك تاني. ماشي يا باشا. طب خلاص سلام، انا دلوقتي عشان انا وصلت. فارس باشا صباح الفل. اتفضل يا باشا، انا مجهز لسعادتك الورق، ثواني اجيب الملف واقف. اتفضل يا باشا. سعادتك بتتقلب. نعم. سعادتك بيتعمل عليك شغل يا بيه، بأمارت عربيتك القديمه اللي انت مديها لهم، بايعها ب 120000 جنيه ومديك فيها 95000 جنيه. انا سامع الكلام ده كله في التليفون يا بيه. 120؟ الله حرك من ده ليه؟ انا مالي، انا بقول لسعادتك اللي في مصلحتك، انت حر. الف مبروك يا باشا، سعادتك هتكتب لي شيكات بالمبلغ، التواريخ انا كاتبهم زي ما اتفقنا بالظبط. لو جاهز بالفلوس دلوقتي نخلص، انا كنت هبيعها حالا. انا جاهز يا فندم بالفلوس، بس لو تسمح لي ابص على العربيه الاول. اتفضل. اهي ركنا بره هناك اهي. عن اسمك ايه؟ لا مفيش حاجه. الاستاذ هيشتري عربيتي على 110. والراجل اللي انا اديت له كلمه؟ قول له اي حاجه يا حسين، ده فرق 15000 جنيه مش لعبه. فارس بيه، انا شخصيا هتحمل الفرق ده، بس مش هقدر ارجع في كلمتي. اوكي هايل، خد بقى ظبط الشيكات دي وانا اروح اعتذر للاستاذ اللي واقف بره. بس بقول لك ايه يا سحس، تشوف له عربيه حلوه وتكرمه فيها، مش عايزينه يزعل. ايه ما استلمتش عربيتك ليه؟ ان شاء الله بكره. طب واقف هنا بتعمل ايه؟ يعني يمكن ربك يكرم في تاكس. تاكس في وسط الصحراء كده؟ اركب يا عم، اركب اوصلك في اي حته. كتر خيرك يا باشا. قلت لي اسمك ايه؟ اصحابي نادوري يقولوا لي تيتو. عاشت الاسامي يا استاذ تيتو، متشكرين جدا على اللي عملته جوه. يا واجب، هو الواحد هيقبل على نفسه الحرام؟ الراجل قاعد بيلاقي الزبون وسبحان الله. شوف انت بايع له العربيه وهو بيعمل ايه؟ انت عامل فيها واجب. يا خبر ابيض على الناس، توحشت. ايه اخبار الاكل؟ هناكل يعني ولا ايه؟ خمس دقايق بس يا حبيبتي. طيب ابعتهولي بقى على طول اهو. اه نرمين افندم، ما شوفي الزفت ابراهيم ده، ابعتهولي على هنا على طول. حاضر. يلا بقى ارفع بقى، ومين مقابل بقى؟ بتبص لمين انت؟ اخرس يا ابراهيم. اهو بص. لا يا تيتو، الشمال الشمال هو اللي بيشوط. الشمال يعني جول جول. ايه رايك يا معلم؟ هو لازم انت تجيب جول يعني، شايفني بفهم فيها قوي يا فارس يعني. طب يلا ناكل. بقول لك ايه؟ ايه؟ شكل كويس زي الفل، قصدي لبسي لبسي كويس يعني. مية مية يا معلم. مية مية. يلا يلا ما تبقاش تتكلم كتير. حاضر حاضر حاضر. مش هتشوف لك شغلانه بقى يا تيتو بدل ما انت قاعد عواطلي كده. ايدي على كتفك، الفلوس موجوده بس هشغلها في ايه؟ اي حاجه يا اخي، شغلها لي معاك. انا شغلها لك في البورصه بس برضه هتفضل عواطلي. عواطلي؟ ايه عواطلي ده يا فارس؟ ايه؟ طب يا سيدي هبقى اشوف لك حاجه. اه حرقت الاكل؟ وانا من امتى حرقت لكم اكل؟ طول عمرك بتحرق الاكل لما يكون في قطط. طب امسك كده. بس مفيش قطط. في موضوع السالفه. اي قطط دي؟ بتتكلم على ايه بالظبط؟ انت نسيت قصه شرم الشيخ ولا ايه؟ ماله بقى شرم الشيخ؟ الله الله. عشان اعرف ايه قصه شرم الشيخ دي بقى؟ اتفضل. ده قصه غريبه. تيتو اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. اه لتيتو احط. حكايه شرم الشيخ؟ اقول؟ هتقول ايه بس؟ هو في ايه اللي حصل في شرم الشيخ؟ انت ناسي؟ فاكره السنه اللي فاتت لما كنت عايز اخد دايفنج كورس والاستاذ طمع وجه معايا؟ اه. كنا قاعدين في ليله بقى وهنشوي بقى وقاعدين هناكل. ماشي. شويه قطط معديين البيت لها معاها. اه. قامت الولعه مولعه عالي قوي عشان تشوف
زي ما انتم. محدش يتحرك من مكان. خلى عنك يا حبيبي. من 10 دقايق هنقضي مصلحة ونمشي على طول. يا ريت محدش يتشاع عشان محدش يتعور. يلا رجال. يلا بسرعة. دي بسرعه رجاله. يلا 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 بسرعه بسرعه. ما هنش عليا اتصرف في الثلاث حتت دول. قلت ما يغلوش على الباشا. مقبوله يا تيتو. تشكر يا معلم. كده يبقى 200 باللي وصل لك. ايه مش عاجبينك ولا ايه؟ لا العفو بيه بس دماغي راحت في حته تانيه. حته تانيه؟ فاكر سعادتك لما اديتني فلوس وقلت لي انزل اشتري لك عربيه؟ يومها اتعرفت على واد من دوري بس واد ابن ناس مقصلين يا باشا. اهله وعندهم فلوس كتير قوي. عارف ساعتك انا كنت فاكر كل الناس اللي معاهم فلوس دول ولاد كلب رمم يدوسوا على اي حد بجزمهم، لكن لما قربت من الواد ده دخلت بيته شفت اهله اكتشفت ان اخر حاجه بيفكروا فيها هي الفلوس. ناس طيبين عاملوني كويس. محدش سالني اصلك ولا فصلك. ناس نضاف نضاف قوي يا باشا محترمين. عارف سعادتك اول مره في حياتي احس اني بني ادم مش صفيحه زباله. تيتو انت عايز تقول ايه؟ عايز انضف ابقى محترم. عايز ابطل الشغلانه دي يا باشا. وهتعيش ازاي يا محترم؟ زي ما كل الناس عايشه. تفتكر انك لو اشتغلت اي شغلانه تانيه هتعرف تعمل الفلوس اللي احنا بنعملها دي؟ ثم احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد فلوس الحراميه نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد. وبنقبض عليهم. وبعدين تعالى قول لي تفتكر انت لو ما معكش القرشين دول كنت هتعرف تبقى في وسط الناس دي؟ يا ابني مش عشان قربت من الناس دي هتبقى واحد منهم. يا باشا الناس دول مش كده. انت لو رحت وطلبت بنتهم هيرضوا؟ ياض انت زي ابني افهم. عايز تبقى محترم بجد؟
الفلوس هي اللي هتخليك محترم. مظبوط. يلا نصور. يلا نصور. لا 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 نايس نايس. طب تعالي. فارس بس يلا. استنى استنى تيتو تعالي. اجي فين؟ هنتصور. لا بلاش انا حكايه الصور. النبي معلش حياتي عشان خاطري. هيحصل لك ايه لما تصور؟ زي ما تيجي بقى. يلا مايه من فضلك. حضرتك دي نضيفه انا ما حطيتش بقي فيها. ميرسي. شكرا. انت ليه واقف لوحدك؟ يعني نصيب انا ما بعرفش حد هنا غير فارس. فارس دايما بيجيب في سيرتك تيتو تيتو وجع دماغنا يا اخي تيتو. الله يكبر بخاطرك يا ستي. اصل فارس ده اخويا عشرة عمر حبيبي. انت اسمك الحقيقي ايه؟ مش عارف اسمك؟ لا مش عارف اسمي وانا عبيط مش عارف اسمي. بس زي ما تقولي كل فين وفين لما بتسألي السؤال ده وفي يعني بيبقى في مناسبات معينه. اسمك ايه؟ طاهر. طاهر؟ طاهر عبد الحي سليم. ها ايه الاخبار؟ بتكلم مع صاحبك طاهر عن اذنك. طاهر؟ انت اسمك طاهر؟ اه طاهر عبد الحي سليم. هو انا ما قلتلكش على موضوع طاهر ده؟ طاهر طاهر ده مشروع عمري حلمي من وانا عندي 17 سنة. الخرابة دي حلمك؟ الخرابة دي هتبقى حاجة تحفة. محدش هيصدق ان المكان ده موجود في مصر. بس يا رب يوفقني واعرف اجيب التصريح بتاعتها. طيب ما تدخلني معاك في الليلة دي وقريب. ايوه حسن سوري معلش نسيت. طب خليك معايا هخش على الناس ده واقولك حالا. كنت بقول لو تدخلني معاك في الليله دي وزيتنا في دقيقنا ونبقى شركه ويعني اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. مش هينفع تيتو انا ابويا نفسه عايز يخش معايا وانا مش موافق. فارس انت مش قلت لي هتشوف لي حاجه اعملها؟ بس بعيد عندي يا تيتو والنبي. يا جدع انت زي ما تكون فاهم ان انا داخل اخربها لك يعني. ايوه حسن لا كوالكم نزلت 12 سنت بس اوراكل طلعت 20. لا 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 ما تبيعش. كلمني بكره في المكتب. ماشي سلام. انت شفت صور الخطوبة؟ بص بص والنبي خلقتك اتم عشان كده ما كنتش عايز تصور. ها هي الأنسة نور بتشتغل ايه؟ اخصائية تخاطب. مؤاخذة يعني ايه يعني؟ يعني بتعالج الأطفال اللي عندهم تأخر اللي هم يعني ربنا يعافي عنهم متخلفين يعني. بس ما همش متخلفين يا تيتو. طب في حد متكلم عليها؟ تيتو النور مش ليلتك. مش هتعرف لا تتسلى بيها ولا هتعرف تتجوزها. طب نتسلى بيها دي وفهمناها ما تجوزهاش ليه بقى لمؤاخذة؟ عشان هي بنت ناس وانت جربوع. ايه جربوع دي يا فارس؟ ايه انت زعلت ولا ايه يا عم؟ بهرج معاك هظبطك معاها وانت حر. بس بلاش كلمة متخلفين دي قدامها. يا عم يا كيمي خلاص انا لقطها منك. متأخرين مش هتني متخلفين دي. ما تتكلمش معاها في الموضوع ده خالص. بتاع المتخلفين مش هتكلم فيه خالص والله. علي النعمة انت المتخلف. المطعم بتاعي هيكون حاجة تانية خالص.
اولا مش هيبقى في دور عليه قوي كده، ثانيا مش هيبقى فيه زباين اتمه زي الجدع اللي قاعد هناك ده. لما انت متضايق من المكان قوي كده جبتنا هنا ليه؟ مش انا ده تيتو وربنا منا. مش قادره اتخيل ابدا انكم تعرفوا بعض من 3 اشهر بس. انا مضطر امشي يا جماعه، عندي مشكله في الشغل. ايه مشكله؟ ايه خير؟ غسيل، غسيل اموال. نور عندك مانع لو تيتو وصلك؟ لا اوكي تيتو خلي بالك من نور، ابقى كلمني بالليل. حضرتك تحب تطلبه دلوقتي يا فندم؟ تحب تاخد ايه؟ انا عايز اخد فيليه. بيبر صوص ولا مشروم صوص؟ مشروم صوص. سوى ايه حضرتك؟ وال حضرتك يا فندم؟ انا زيها بالظبط ان شاء الله. اوكي تحت امر حضرتك. شكرا. ميرسي. انت برجي ايه؟ مش عارف انا، يعني ما فهمش في الموضوع ده بصراحه. يعني تتكلم جد؟ والله. يعني ما تعرفش اتولدت امتى؟ لا مش للدرجه دي عارف، بس ما اعرفش بقى اليوم اللي اتولدت فيه ده يوافق برجي ايه. انا هقول لك. انت اسد. الله يحفظك، ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. بون ابيتي. كتر خيرك. اشمعنى بقى حضرتك اخترت الشغلانه دي بالذات؟ يعني الاطفال دول اتولدوا كده، يعني مش بايديهم. في ناس متعتهم في الحياه مشروع تجاري ينجح، قريه سياحيه، عماره تتبني. انما تخيل بقى متعه النجاح لما تقدر تخلي طفل من دول يعيش زي اي طفل طبيعي. انت ما بتاكلش ليه؟ هاكل. هاكي على ايه؟ يعني على الفيلم اللي عملته. فيلم؟ فيلم ايه؟ التليفون اللي جه لفارس ولازم امشي دلوقتي، قديمه شويه. لا أصل أنت مش فاهمة اللي حصل. عموما حصل خير، أنا مش متضايقة. أنا هنزل هنا. هنا؟ ليه؟ عشان أنا ساكنة هنا. ميرسي أوي. طب ممكن طلب لو مش هضايقك يعني؟ اتفضل. لو ممكن آخد نمرتك؟ ليه؟ أنا آسف، يعني لو ده زعلك فأنا آسف يعني بلاش. أنت في إيه؟ مالك؟ أنت حكايتك إيه بالظبط؟ حكاية إيه؟ يعني أنت مين؟ جاي منين؟ مين يعني؟ حضرتك تقصدي حدوتي من زمان يعني. أنا اتولدت في حي شعبي اسمه ولاية الكبش لو تسمع عنه. وبعدين سافرت مع أبويا وأمي الخليج، جالهم عقد عمل هناك يعني. وبعدين بسنتين وثلاثة كده ضربتهم عربية فماتوا يعني. الدنيا ما بعترضش. ساعدت على الكفيل اللي كان واخد أبويا ورباني مع عياله وكبرت وعملت فلوس وقلت أرجع بلدي بقى يعني أقعد أعيش هنا. اتعلمت؟ إن شاء الله. درست إيه؟ التجارة. يعني سافرت واتبهدلت واشتغلت وتعلمت. لا برافو، برافو قوي. عارفة حضرتك الواحد لما بيعوز حاجة من قلب ربنا بيوفقه. يعني أنت قريت الكتاب بتاع سحر الصحراء؟ قريته أنت؟ قريته فعلا. في جملة أثرت فيها جدا، إن لما البني آدم بيعوز شيء من قلبه كل الدنيا بتتآمر عليه لغاية ما يحقق هو بقى الأسطورة الذاتية بتاعته. هي كانت مكتوبة كده أنا فاكر، وفرقت معايا جدا يعني. برافو، أنا لازم أنسى. طيب بعد إذنك. يبقى خدها من فارس. باي باي. Thank you.
قرية سياحية في شرم الشيخ، ومعايا شركة تقال قوي في البلد. هو ده المشروع اللي كنت بدور عليه طول عمري عشان أطلع على المعاش وأنا حاطط رجل على رجل. بس في الحقيقة أنا عندي مشكلة في السيولة، وأنت الوحيد اللي تقدر تحلها لي. إزاي؟ مش فاهم. شغلانة بسيطة قوي، شحنة مخدرات جاية من سينا، مكسبها ما يقلش عن 5-6 مليون جنيه. اعمل العملية دي يا تيتو، مش هطلب منك اي شغل بعد كده. القرشين اللي هتطلع بيهم تقدر تعمل مشروع وترستق نفسك. سعادتك متأكد ان دي هتكون اخر شغلنا؟ انا كلمتي واحدة يا تيتو. وعد يا ديفان بقى، انا مش هينفع اشتغل تاني. وصلتني معلومة ان في رائد في امن الدولة عمال ينخرب ورايا، خصوصا في اخر 3-4 ماموريات. عشان كده انا عايز العملية دي تتم من غير شوشرة ولا قلق، يعني في الوقت اللي احنا بنقبض فيه على التجار بالبضاعة تكون انت اخدت الفلوس من غير ولا نقطة دم. فاهم؟ ربنا يستر. فاكر حضرتك موضوع ارض شرم الشيخ اللي اتبعت في المزاد بتراب الفلوس؟ اللي اشترى الارض دي يا فندم واحد اسمه عبد الله الصواف. عبد الله ده يا فندم موظف صغير على قد حاله، مش لاقي ياكل. هو دخل بالارض دي في مشروع سياحي كبير قوي مع ناس من اللي ليهم مزدهم في البلد. عارف حضرتك مين اللي ساعده من اساسه انه يخش المزاد ده؟ مين؟ العقيد رفعت السكري يا فندم. هو انت يا محمد ما وراكش غير رفعت السكري؟ يا فندم حضرتك عارف الملف بتاعه كويس قوي، وبعدين اشمعنى ده بالذات اللي كل مأموريات ولازم تنتهي بمصيبه؟ بصراحه يا فندم انا شاكك فيه. يا محمد انت ما عندكش اي حاجه عليه، ومش عايزين شوشر على ظباطه وخلاص. واللي يجيب لحضرتك الدليل. يبقى خد اجراءاتك من غير ما ترجع لي، مفيش حد فوق القانون. تمام يا فندم. من عينيا حاضر، هحط لك طلب 50,000 سهم على 18.65، بس والنبي ابعت لي الفلوس النهارده. ثانيه واحده بيه، ثانيه واحده. اخبارك ايه؟ اقعد. ايوه يا بي. لا لازم النهارده، يعني افضل شيء ان حضرتك تحولهم على ويسترن يونيون عشان الفلوس تبقى في الحساب النهارده. ماشي حاضر، هكلم حضرتك اول ما نفس. باي. ها اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ شيك بربع مليون دفعه اولى ان شاء الله. ايدك بقى نقرا الفتحه. خلي الشيك على جنب دلوقتي، في موضوع اهم عايز اكلمك فيه. تفتكر يا تيتو انا بشارك واحد زيك ليه؟ محتاج فلوسك ولا خبرتك؟ انت رجعت في كلامك؟ بص يا تيتو، انا متخيل الجو الزباله اللي انت عشت فيه، ومش عايزك تحكي لي عنه اي حاجه، بس الفرق بينك وبين اي واحد اتولد في جو نظيف هو ان انت اخترت وصممت انك تبقى كده. عشان كده انا يشرفني انك تبقى صاحبي وشريكي. بس في حاجه لازم اطمن عليها، لو في اي حاجه في حياتك ممكن تعمل لنا مشاكل في المشروع ده، يا ريت لو تقول دلوقتي، عشان لو شاركتك واتاذيت بسببك عمري ما هسامحك. اسمع يا ابن الناس، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي. يبقى نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي هتصاحبيه ولا ايه؟ اصاحبه؟ لا طبعا. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ امال تسامي ده ايه؟ مش عارف. كلمني كذا مره كان عايز يشوفني، ليه طريقه كده عامله زي الاطفال. بصراحه ما قدرتش اقول له لا، حاساه مختلف. مختلف طبعا، مختلف. مش معرفه اخويا، هو كل شويه كده صاحب لنا على واحد معرفش بيجيبهم منين، اخيره مسايس الجراج بتاعنا. مش هناكل ولا ايه؟ سرحان في ايه؟ مش سرحان ولا حاجه، بس عندي ميعاد مع واحد صاحبي وعايز الحقه. ده لازم صاحبك ده مهم قوي. مش صاحبي، مش كبير، ده عيل صغير عنده 9 سنين. 9 سنين؟ صاحبك ازاي يعني؟ واد صغير لقيته في الشارع مرمي متبهدل كده، صعب عليا خدته، رحت معاه بيته وشفت اهله وشفت حالتهم،
وبعمل معلي قدرني ربنا بقى يعني، بزور مرتين ثلاثة في الشهر، اجيب له قميص جزمة، ادفع له مصاريف مدرسة يعني. فعلا؟ اه يعني مجرد لقيته مرمي في الشارع كده عملت عشانه كل ده؟ اه طب انا عايزة اشوفه، ممكن؟ ممكن اول ما نوصل؟ اول ما نوصل. الولاد دول بيصعبوا عليا قوي، رضا ده لو فضل في الشارع اكيد هيطلع مجرم، بس ذنبه ايه؟ الجوع والجهل. مش قادره اصدق ازاي الولاد دول متسابين في الشارع كده. يا ريت كل الناس تعمل زيك. صباح الفل. تليفون يا برنس. ايوه حصل. ماشي زق انت. يلا رجاله. أول مرة أشوف لجنة واقفة في الحتة دي. مش هقول لهم يا محمد يطلعوا قدامنا. رخص. رخص. على فين ان شاء الله؟ اثبت مكانك، ما حدش يتحرك.
سعادتك ان شاء الله انا هدير معاه. انا ما فهمش قوي في مواضيع المطاعم دي، بس اعتمادي على ربنا ثم على فارس. ربنا يوفقكم. طبعا لو احتاجت اي حاجه هتطلبها مني. بصراحه محتاج. ايه؟ عندنا شويه مشاكل في التصريح يا باشا. لا دي سهله قوي، هات الاوراق وان شاء الله اقدر اخلصها لك. قول لي صحيح اخبار نور ايه؟ سعادتك زي ما تكون بتقرا اللي في دماغي. ايه اللي حصل؟ بصراحه انا عايز اتجوز البتر يا باشا. تتجوزها؟ هو انا لا سمح الله قلت حاجه غلط ولا ايه؟ لا ابدا. نور تعرف انت مين؟ تفتكر لو عرفتك على حياتك هتوافق؟ يا باشا سعادتك ما تعرفش نور. نور ما يهمهاش غير البني ادم اللي قدامها، يعني مش اصله يعني. طيب ما افترض انها وافقت يا تيتو، مش لسه في صحباتها واهلها؟ يا تيتو الجواز مش بس اتنين بيحبوا بعض، الجواز ده حياه كامله، واحده تعرف ظروفك وتقدرها، تبقى قدك وانت قدها. يا باشا سعادتك مش فاهم، انا ونور موضوع تاني، تشغلش بالك انت، بس بارك وان شاء الله هي تمشي. مبروك يا تيتو، بس ما تنساش تعزمني على الفرح. وانا اقدر؟ الفرح من غيرك ما بقاش فرح يا باشا. دلوقتي احنا الشغل اللي بينا خلص خلاص يا تيتو، بس انا متاكد انك مش هتنسى تسال على اخوك الكبير. ربنا يطمن عليك دايما يا باشا. مع السلامه. على فكره انا اسمي رفعت، رفعت السكري. رفعت السكري مش رمزي و... قلت لك مش لايق عليك يا باشا. ازيك؟ احنا مش هنعطلك، احنا قلنا بس نيجي نطمن ونسلم عليكي. هو الحقيقه انا عندي جلسه، بس ممكن تحضروها معايا؟ والله يا ريت، حتى انا عامل حسابي وجايب شويه حاجات حلوه للاولاد. طب يلا تعالى. تعالى يا رضا. الباب في الريسبشن بتاع الريسبشن. دي اطباق الترابيزات العاديه ومعاها النابكنز بتاعها. شوف كده حلو يا احمد، الباب ما بيثبتش وما فيش اوكر. كلمت الاستاذ رجب هيجي بكره يعملها على طول. حلوين حلوين يا احمد. تيتو مش عايز دعاوي نبعتها لحد؟ لا مش عايز. طب انا لازم كنت عشان الحق اوزع دول. سلام سلام. يلا يا احمد انا رايح اجيب منهم اليونيفورم وارجع لك تاني. مع السلامه يا احمد.
مبروك يا طاهر. الله يبارك فيكي. مش يلا بقى، انا اتاخرت قوي. يا نور، عايز اكلم معاكي كلمتين كده. بص يا ستي، الواحد ساعات بيحلم وساعات بيشطح كده باحلامه وبيصدقها. انا الحمد لله ربنا حقق لي جزء كبير من احلامي زي ما انت شايفه، هو يعني مطعم، صح؟ يعني في المهم يعني ان في جزء كبير من الاحلام دي ناقص. حاجة أنا شايفها أهم من ده كله بس وخايف أصدقها. هي إيه؟ مش فاهمة حاجة. أنت ما فهمتيش أنا قصدي إيه من اللي أنا قلته كله، ها؟ أنت ما قلتش حاجة. أنت قلت أحلامي خايف أحققها. أنت عايز تقول إيه؟ عايز أكمل نص ديني. نص دينك؟ عايز تتجوزني؟ يعني طب سيبني افكر شوي. انا فكرت قبل اي حاجة، لو كان اللي انا قلته ده هيضايقك مني، انت عارفه معزتك عندي. انا موافقه. موافقه على ايه؟ موافقه. وحياه ابوكي موافقه. انا بجد ولا فاهماكي ولا فاهم اخويا. انا فعلا مش عارفه انتوا شايفين ايه في الراجل ده عشان هو يشاركه وانتي تتجوزيه. ما في مليون راجل اهو يا نور، اختاري اي واحد منهم على الاقل يبقى زينا يعني. وانتي ايه اللي مش عاجبك فيه؟ ايه اللي مش عاجبني فيه؟ قلتي ايه اللي عاجبك فيه اساسا؟ عاجبني انه ما فيش راجل زي بريء زي الاطفال، قوي. مرات بحس انه ممكن يهد الدنيا علشاني، وبيبقى ضعيف قوي لما بيبقى محتاج. تخيلي لما يبقى كل الصفات دي موجوده في راجل لاول مره بيحب. لا ربنا معاك يا حبيبتي. يا بيه كان باين عليه من الاول لا طايق المدرسه ولا طايق البيت، وانا قلت لحضرتك قبل كده مفيش فايده، حضرتك تعب نفسك معاها على الفاضي، وكتر خيرك في اللي عملته معانا، واللي عند ربنا ما بيروحش. هو بقاله قد ايه ما رجعش؟ 4-5 ايام. Ha ha ha!
رضا سيبك من التلفزيون ده وقوم افتح الباب. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ بتفرج على التلفزيون. ازيك يا نور؟ عرفتي توصلي بسهوله؟ ايوه. اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا ميرسي. اساعدك؟ لا انا خلاص، كنت بعمله سندوتشين يتعشى بيهم بس. طب عندك لبن؟ جوه في التلاجة. انا ليه ما اجيبلوش واحده وتقعد بيه؟ عشان مسؤوليه، الولد محتاج تربيه، هتسيبه لوحده عشان تربيه؟ اعمل ايه يعني، ارميه في ملجأ؟ اديله ده. ارحم التلفزيون شويه بقى، عايز الاكل ده كله يخلص، مش عايز اسمع كلمه شبعت دي. طب ما تعرفيش مدرسه داخلي ممكن تقبله؟ في مدرسه في اسكندريه بس مش هيقبلوه. ومش هيقبلوا لي بقى ان شاء الله؟ عشان ما بيقبلوش اي حد. مدرسه ولاد زوات يعني؟ طب انا هدفع اللي هيدفعوه يمكن اكتر. مش كل حاجه بالفلوس. امال ايه يا ست النظره؟ انا ابتديت احس انك مش مجرد بتساعد الولد ده، انت في حاجه عايز تثبتها لنفسك. كلمتي أهلك؟ لا لسه. إيه؟ مكسوفة تكلميهم عني؟ لا مش مكسوفة، بس ما جاتش فرصة. بالنسبة لموضوع رضا، في حاجة في دماغي هبقول لك عليها بكرة. أنا ماشية. خلص اكلك كله. مع السلامة. هكلمك الصبح لو جات لك فرصة. معالي الباشا منور الدنيا. ازيك؟ والله منور الدنيا. يا رب يكون الاكل عجبك. الاكل جميل والمكان هايل. الله يخليك، شرفنا منورك. بلغ الحجوزات 4 اماكن بكره باسمي. انت على مش مظبوط. مظبوط يا كبير. عندي مشوار ساعه وهرجع لك، في مشاكل؟ لا مفيش، بس ما تنساش المنيوز. ايه؟ المنيوز يا تيتو، لسته الاكل. انت لسه ما حفظتش اخوك ولا ايه؟ معلش. عامل ايه مع نور؟ يعني الحمد لله زي الفل. حكيت لها كل حاجه عنك؟ يعني حلو ده وليد. تيتو لو لسه مخبي عليها حاجه قول لها ما تخافش، نور بتحبك ومش هتخلى عنك. اعمل اللي عليك يا تيتو عشان ما تجيش في يوم وتلومك. انت عندك حق، انا هتكل. انا ماشي. سلام. ما تنساش المانيوس. حاضر. تفتكر انا جبتك بيتي وكشفت لك نفسي ليه؟ عشان انا بثق فيك يا تيتو، وعارف انك ما تتمنى ليش غير الخير. خير يا باشا؟ انا عايز منك خدمه يا تيتو. في ايه؟ فاكر المشروع السياحي اللي كلمتك عنه؟ انا كنت داخل فيه بشويه فلوس زائد حته الارض اللي سلكتها من الحكومه،
المشروع خلاص ابتدى يتبني. الضابط ايه بتاع مباحث امن الدوله ابتدى ينخر ورا الارض كمان. الموضوع ده لو اتكشف هتبقى مصيبه كبيره مش عارف المها. الشركة من ناحيه والداخليه من ناحيه. انا فرطة يا تيتو. طب والراجل ده ما تعرفش تشتريه؟ تفتكر انا ما فكرتش في كده؟ ده ما يعرفش ابوه. والحل؟ الضابط ده لازم يموت وتبان انها سرقة. محدش غيرك هيقدر يقوم بالعملية دي يا تيتو. مينفعش مينفعش يا باشا. انا سعادتك عارف انت بتطلب مني ايه. انا ما بقتش انفع الكلام ده يا باشا. وبعدين سعادتك وعدتني انك مش هتطلب مني شغل تاني. ايوه بس ده مش شغل التاني. ده واحد بيدمر لي حياتي وانا عايزك تقف جنبي، فاهم؟ اعمل اي حاجه عشانك يا باشا الا دي. يعني ايه الا دي؟ انت فاكر نفسك محترم بجد ولا ايه؟ على اللي عملتك. وانا ما اقدرش انكر جميلك عليا يا باشا. وعايز اقف جنبك. بس واضح ان سعادتك مش قادر تفهم اللي انا فيه دلوقتي. انا اسف يا باشا. انت صدقت نفسك يا روح امك. انا مش بترجعك، انا بأمرك. انت فاكر انك لو مشيت من هنا انا هسيبك؟ انا هنسف لك حياتك، هدمرك. ايه رفعت خير؟ في ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. اطلع انت نامي. احمد. افندم. فين طاهر؟ واقف فوق. واقف لوحدك ليه؟ ازيك يا نور؟ مالك؟ نور انا محتاجة اتكلم معاكي شوية. في شوية حاجات نفسي تعرفيها عني. حاجات ايه؟ يعني حاجات عني زمان. يمكن كنت متجوز؟ لا طبعا. عندك عيال؟ منين بس؟ عندك ايدز؟ نور انا بتكلم بجد. مش عايزه اعرف اكتر من اللي انا شايفاه قدامي وبس. يا بنت الناس افهمي. عندي خبر ليك حلو. انا كلمت اهلي. مش فاضل غير انك تحدد ميعاد عشان تروح تقابلهم. ايه شكلك مش مبسوط؟ بالعكس ده انا رجعت في كلامك. لا ده انا متاخد من الفرحه. يعني تقدري تقولي بلمت من كتر ما اتبسطت. يعني شكلك مش مظبوط. انا كويس، طمني. انا لازم اروح، هكلمك. يا الله. بس ده كتير قوي. ما يكتروش على رضا ولا عليكوا طبعا. وبعدين خليهم مع حضرتك، ما حدش ضامن الظروف. هو انا هقعد هنا كتير؟ كتر خيرك يا ابني. شهر ولا شهرين وبعدين ترجع بيتك على طول. لسه في ناس زيكم. انت هتتبسط هنا قوي. بس لازم تروح المدرسه كل يوم وتبطل تشرب سجاير وتبطل تهرب مننا. طب وامي واخواتي؟ هو انا مش هشوفهم؟ هتشوفهم طبعا، هيجوا لك وانت كمان ممكن تروح لهم. من النهارده رضا بقى. بس لو سمعت الكلام. اتفقنا؟ ماشي يا ابني. يا دوبك احنا بقى نتوكل على الله. اتفضل هات النضاره. رضا لو في اي حاجه بكلمك ان شاء الله.
مذاكرة ونوم بدري واحنا نسمع الكلام. شوفك تاني امتى؟ قريب يا حبيبي، هتلاقيني باجي ازورك على طول. بس زي ما قلت لك انا سايب راجل، ها مش اي راجل، راجل محترم مؤدب بيسمع الكلام وما بيعملش مشاكل. اتفقنا؟ اتفقنا. لو في اي حاجه هتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتونا. انت مطمنه للناس دول؟ الناس دول انا اعرفهم من سنين، ناس غلابه وعلى قد حالهم ويعرفوا يتعاملوا معاك كويس. انا حاسه ان تغيير المكان هيظبط فيه حاجات كتير. طب ليه؟ عملت ايه؟ ليه دايما حاسس ان انا مديون لك؟ ايه اللي حصل؟ المطعم اتهد يا رفعت بيه. ايه اللي هده؟ امر ازاله. وانا يا حيوان لو عايز اذيك هجيب لك امر ازاله يا صرصار. ده انا في عصك تحت رجليا. عايز تفهمني انك مالكش دعوه باللي بيحصل؟ لا. ومع ذلك ايه ده وكله هيتحل. تراخيص اعملها لك. الفلوس هديها لك. انا اللي في ورطه. لازم تساعدني عشان اعرف اساعدك. اهدى. يلا تعال تعال. أنا السبب في اللي حصل، عارف؟ عشان مرضتش أرجع للوساخة. أنت خسرت المطعم بتاعك، أنا خسرت كل حاجة. عندك حق، أنت مالكش ذنب. أنا آسف.
بقى سموك اللاتيني ليه؟ اقول لك، جدي كان بيشتغل ترجمان في الصعيد، جدتي بقى كانت جايه مع فوق سياحي من امريكا اللاتينيه، شافوا بعض وقعوا في حب بعض بعد قصه حب عنيفه، واتجوزوا وخلفوا امي، امي خلفتني، وعشان كده سموني راضي اللاتيني. الا ما بتلاحظش في كلامي كده سن لاتيني؟ على كده راضي امك حلو. انت هتغلط ولا ايه؟ مش عايز اسمع صوتكم تتجوز. فيها تيتو مالك؟ لا صحيح انت مش ناوي تشتغل تاني؟ لا يا سيدي مش ناوي. يعني ايه؟ حد يجي له فرصة زي دي مع راجل تقيل ومضمون ويرفضها؟ انت بتتبطر عن نعمة يا تيتو. هي النعمة ان ابقى حرامي وقتال قتلة؟ كده كده انت حرامي ورد زبون، بس ممكن تبقى حرامي وجعان او مرتاح ومعاك فلوس. اقول لك ايه؟ انت حمار مش فاهم حاجة. وانت يظهر نسيت الجوع. تيتو البابا هو 10 دقايق وتبقى مدور العربية وجاهز تطير. يلا راضي. خلص. رايح فين؟ عملت ايه يا تيتو؟ عارف عبدين عملت ايه؟ ما قدرتش. ما قدرتش تعمل ايه؟ ارحم امك. أنا هفرجك، أنا هرجعك السجن تاني. لو هرجع السجن تاني يا رفعت دي مش هرجع لوحدي، هنرجع أنا وأنت سوا. تقضي مين السجن يا كلب يا واطي يا ابن الكلب؟ أنا عندي ورقة يقعدك بقية عمرك في السجن. ورقة إيه اللي معاك؟ ألو؟ ألو؟ Thank you.
هكلمك طول الليل امبارح وما ترديش. ايه حصل حاجه؟ انا مش عايز اعرف حاجة. افتكرت الموضوع مش مهم. مش مهم انك تكون مجرم وقت القتل. كنت هتتجوزني ازاي؟ عيل من العيال اللي مرمية في الشارع بين الخرابات والإشارات والرصفة، عيل ملقاش حد يقول الحلال من الحرام، الصح من الغلط، عيل من اللي انت نفسك قلتي عليهم انهم ملهمش ذنب. كلامك ده اللي شجعني وحسسني انك ممكن تقبليني. اقصد يعني ايه؟ تقبلي اللي واقف قدامك مش اللي في الملف؟ انا فعلا قلت انهم ملهمش ذنب ولازم نساعدهم ونقف جنبهم قبل ما يبقوا مجرمين، بس مش معنى كده ان انا اتجوز واحد منهم. عندك حق، الظاهر اني عايشت نفسي في وهم كبير. نور، سبب واحد في الدنيا يخليك تفضل كده. تعرف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انتش عارف. تقدر تقول لي ايه اللي عاجبك في الزبالة اللي انت عايش فيها دي؟ انا النهارده موجود
بكره مش موجود، مش هتلاقي حد يقف جنبك. انضف قبل ما تكبر، والوساخة تكبر معاك. سيادة العقيدة، تعرف واحد اسمه عبد الله الصواف؟ عبد الله الصواف هو بيقول انه صديق لحضرتك؟ عبد الله الصواف طبعا، عفوا، ده زميل دراسة قديم. طب وايه علاقتك بمشروع شرم الشيخ؟ لا انا ماليش اي علاقة بمشروع شرم الشيخ. امال كنت بتزور الموقع كتير ليه؟ ده لان عبد الله الصواف بيحب يستشيرني. يستشيرك؟ الراجل اللي انت حتى مش فاكر اسمه؟ يوم 13 ديسمبر اللي فات كان عندك ضبطية الآثار بتاعت الفندق. دي ضبطية عادية جدا، احنا فوجئنا بالمجموعة دي، طلعوا شوية عيال مسجلين ولساهم واد اسمه تيتو. انا طلعت له امر اعتقال 48 ساعة وهي ما تحت ايدي. طب ده الفندق وضرب النار اللي حصل في عملية المخدرات بتاع طريق السويس ومخزن سلاح الدراسة، تقدر تفسر لي يا سيادة العقيد ليه المشاكل دي كلها بتحصل في مأمورياتك انت بس؟ دي مشاكل عصابات مع بعضها، اذا كانت سلاح ولا مخدرات ولا اثار، انما احنا الحمد لله بنعمل شغلنا وربنا بيكرمنا. وبعدين هو انا متهم بحاجه ولا ايه؟ انا حاسس ان انا في تحقيق رسمي. دي مجرد دردشه يا رفعت. الله، اذا كانت دردشه سيادتك يبقى المفروض سياده الرائد يكلمنا باحترام شويه. سياده العقيد انا محترم وانا عارف حدودي كويس. محمد، سياده اللواء، حضرتك تأمرني باي خدمات؟ تقدر تتفضل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. سلام يا سياده الرائد. ازيك يا تيتو؟ في خبر سمعته من عيال اصحابي، رمزي هيبعت لك شويه عيال بلطجيه عشان يخلصوا عليك. امتى؟ مش عارف بالظبط، اول ما هعرف امتى هكلمك. خد بالك من نفسك يا تيتو. تشكر يا راضي. يا عم احنا اخوات. تيتو لو احتجت اي حاجه بكلمني. خد بالك من نفسك. ها، سلام يا برنس. عارف كل حاجة ومخبي عليا. لا ما كنتش عارف حاجة، بس كنت حاسس. ما كانتش فارقة معايا. ليه؟ عشان تيتو اللي في الملف اللي معاك ده غير تيتو اللي احنا نعرفه. تيتو النهاردة بقى حاجة تانية، يمكن أكون أنا وإنتي السبب إنه بقى حاجة تانية، عشان كده ما ينفعش نتخلى عنه. الملف ده وصل لك البيت عشان تيتو رفض يرجع للي كان فيه. انا مش عارفه افكر، مش عارفه اعمل ايه. روحي له يا نور وكلميه.
اسف لو انا السبب في اللي انت فيه. الملف اللي انت قريتيه ده انا كنت شايفه حاجه صغيره هايفه ملهاش معنى، وانت اللي حسستيني بكده. سخسر طلع مجرد كلام. ما تقولش كده، انت بيا من غيري كمل. انا بس ما قدرتش. نور انا جاي عشان اديك ده. دي وديعة بكل فلوسي في البنك، كتبتها باسمك. الفلوس دي عشان رضا. ريت تخلي بالك منه، يمكن اللي ما قدرتيش تعمليه معايا ربنا يقدرك وتعمليه معايا. كان نفسي كل حاجة تمشي زي ما كنت عايز. الملف اللي كنت حكيت لك عنه، لو جرالي حاجه انت معاك عنوان الضابط واسمه. جرالك حاجه ايه بس يا تيتو؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فارس انا متشكر على كل اللي انت عملته معايا. العفو يا سيدي، عموما انت ما تشيلش هم، وريح لك كده يومين وكل حاجه تبقى زي الفل، نرجع نركز في المطعم تاني وتوصل اللي انت عايزه ان شاء الله. ايه يا عم في ايه يا تيتو؟ تيتو في ايه؟ زمان وانا في السجن في حدوته قريتها اكتر من 100 مره فارس، يمكن ما قريتش غيرها. بتحكي عن واحد عاش طول عمره يحلم بكنز موجود في مكان بعيد ونفسه يوصله، ويوم ما وصل اكتشف ان الكنز في الرحله، في الناس اللي عرفهم حبوهم وحبوه. يا ريت كل الناس زيك يا فارس. العكس، يا ريت كل الناس زيك انت. ابدأ الاقتحام الآن.